ما فيش، ما بتكلمش حد في البلد تقريبا. هي السلام عليكم. وعليكم السلام، وممكن السلام ما تقولهوش كمان حتى لقرايبها. هادية جدا جدا ومحترمة فوق الوصف. او من بعد 12 تقريبا، يا 10 يا 12، لقوا فاضي. راحوا الاهرام برضو نفس النظام فاضي. طلع على العياده بتاع الدكتور لقاها مقفوله. ثانية بالظبط والتليفون اتقفل. كلمنا الدكتور، الدكتور مرة يقول لنا أنا عندي ندوة مؤتمر، مرة يقول لنا أنا عندي فرح، مرة يقول لنا أنا عندي مشوار مهم. يعني ما عندوش، ما فيش رأي واحد. البنت لما كلمته تاني قالت له يا دكتور أنا بتصل بحضرتك تليفون أختي بيبقى مقفول، ولما بتصل بأختي تليفون حضرتك بيتقفل. وبعدين لخبط في الكلام كده وقفل السكه في وشها، وبعد كده تليفون البنت اتقفل نهائي.